السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نشوفوا واحد التقرير رائع من قناه بي ان سبور حول ما فعله سفيان الرحيمي هذا الموسم خصوصا في اسيا والعروض اللي انهالت عليه خصوصا من الانديه ديال الدوري السعودي اللي كتصارع فيما بينها من اجل الظفر بخدمات سفيان الرحيمي، اللي راجج بعض الاخبار انه يقدر يكون عرض من نادي اشبيليه الاسباني اللي كنتمنوا انه يكون بالصح. حنا عارفين ان سفيان الرحيمي الا جاء عرض بحال هذا ما غاديش يزقلو. فخليكم مع التقرير كيف العاده، ما تنساوش لايك، خلونا الراي ديالكم في التعليقات. قول وحتى افضل هداف وكذلك افضل لاعب في هذه البطوله هذه الطوله في تتويج العين، حيث بصم اللاعب المغربي سفيان الرحيمي على مستوى استثنائي مميز هذا العام في دوري ابطال اسيا، قاده ليكون افضل لاعب وهداف في هذه النسخه من البطوله. هذا التالق جعل العين الاماراتي يعود لمنصه التتويج بلقب دوري ابطال اسيا بعد سنين عجاف. مدينة غاب عنها فرح التتويج باللقب الآسيوي لسنين طويلة. سفيان الرحيمي النصر الأخضر كما يحلو للمشجعين المغاربة تسميته، أعاد زعيم الكرة الإماراتية إلى منصة التتويج بعد مجهود فردي رائع قدمه اللاعب طوال هذه النسخة. ابن الدار البيضاء تفوق على عديد النجوم في القارة الصفراء وفي مقدمتهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، كيف لا وهو من كان بيت أسرته جزءا من ملعب الرجاء المغربي. اللاعب تربع على عرش جائزة أفضل لاعب في المسابقة. هدف البطولة افتتح رصيده التهديفي في دوري المجموعات أمام أهالي التركماني في المباراة التي تغلب فيها العين بأربعة أهداف لهدفين، ثم سجل هدفين آخرين في مباراتين أمام الفيحاء السعودي، وعاد ليضيف هدفا آخر في مرمى أهال من جديد. في الدور الثمن النهائي وصل رحيمي عزفه على وتر التهديف عندما دون أحد أثمن أهدافه في البطولة، والذي جاء في الوقت البديل عن الضائع في مباراة الإياب أمام ناساف الأوزبكي، وذلك عندما كانت النتيجة تشير إلى التعادل بهدف لكل فريق. منتوج الرجاء المغربي الخالص تألق بشكل لافت في القمة التي جمعت العين بنصر السعودي في ربع النهائي، حيث سجل ثلاثة أهداف من أصل أربعة ليتعادل العين في مجموع المباراتين مع العالمي قبل أن يتأهل فريقه بالفوز بركلات الترجيح. من جديد عاد رحيمي ليكتب اسمه متألقا أمام زعيم الكرة السعودية الهلال، حيث بصم على ثلاثة أهداف خلال شوط المباراة الأول من ذهاب الدور قبل النهائي، ليحقق العين الفوز بنتيجة أربعة أهداف مقابل اثنين في مجموع المباراتين. وخلال المباراة النهائية كان رحيمي نجما فوق العادة، حيث سجل هدفين وتسبب بركلة جزاء، كما قدم تمريرة حاسمة، دون أن ننسى أنه كان سببا في طرد حارس الفريق الياباني مع نهاية الشوط الأول. إذا كان هناك لاعبون قدموا أداء جيدا ومستوى استثنائيا طوال تاريخ دوري أبطال آسيا، فإن سفيان الرحيمي المولود لعائلة كروية خالصة فاق الاستثناء في هذه النسخة. أفضل لاعب في البطولة، هداف البطولة ب13 هدفا، 6 تمريرات حاسمة، ربما هناك أرقام كثيرة جدا، أنه أول لاعب عربي يتوج بأفضل لاعب وهداف البطولة في موسم واحد منذ دوري أبطال آسيا ومسماها الجديد عام 2003، وكذلك يعادل الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد من دوري أبطال آسيا بالمسمى الحالي المسجل باسم بغداد بن جاه عام 2018 وموريكي مع غوانجو عام 2013 برصيد 13 هدفا. كابتن، سر التفوق لسفيان الرحيمي هو من حمل هذا الكأس حقيقة للعين في دوري أبطال آسيا، سر توهج وبزوغ نجم هذا اللاعب الكبير المغربي لاعب رجاء السابق. صحيح، يعني هو كان له دور كبير ودور مؤثر في مباريات كبيرة، ظهوره دائما في المباريات الكبيرة وهو اللي يعمل الفارق، يصنع يسجل يساهم، حتى في الناحية الدفاعية لاعب سريع يعمل الفارق في شق الهجومي، عنده قيادة فبالتالي حماسي. يعني رحيمي كان هو مكسب كبير لنادي العين بصراحة، ويستاهل انه يكون هداف افضل لاعب، لعب مع افضل المدافعين في 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 في, في دوري ابطال اسيا، وكان تفوق كبير. ظهوره في وقت نادي العين في المباراة كان محتاجة، ويظهر ودائما يكسب التحديات، فمن افضل اللاعبين بصراحه، وهو كان له دور الاكبر صراحه في هذه البطوله. اكيد اللاعبين قدموا مستويات كبيره، ولكن سفيان كان الاميز
يستحق صراحة إنه يكون هو الأفضل في البطولة. وحتى اللاعبين اللي في نادي الهلال وفي نادي النصر صراحة تفوق عليهم في دوري أبطال آسيا وكان الأفضل، رغم إنه كان الأسامي والنجوم كبير في دوري أبطال آسيا في الأندية الثانية، ولكن سفيان كان في أرضية الملعب هو اللي كان الأميز، هو اللي كان حاسم دائما، هو اللي قدر إنه يقود فريقه فعلا في لبطولة كبيرة اللي هي دوري أبطال آسيا، فيستاهل ويستحق. نعم. طيب وفاء، عندما نتحدث عن هذا اللاعب الذي جاء للعين وبزغ بهذه البطولة وبالتالي أصبح من يعني الصفقات الاحترافية الناجحة الأكبر لفريق العين مع كوكبة المحترفين، وهناك حديث الآن على أنه سينتقل إلى أحد الأندية السعودية الكبيرة مع أن عقده مع العين يمتد حتى يونيو 2025، هل سيفرط العين بهذا النجم أم سيحتفظ به الآن؟ نفس السؤال الذي سئل في الحلقة التي سبقت سفر العين إلى اليابان أو بعد تأهل العين على حساب الهلال في نصف النهائي، وأيضا الكابتن أحمد كنو كان متواجد في الاستوديو، ولربما نفس الإجابة سوف تكون حاضرة. العين مر عليها الكثير من اللاعبين، أسامو جوان في يوم من الأيام كان بطل هذا الفريق وواحد من نجوم هذا الفريق. العين يعمل حقيقة كمنظومة، لا يمكن وأن ننكر ما قدمه سفيان رحيم خلال هذه البطولة، يمكن وأن يقال وأنه انفجر في البطولة الآسيوية وفعلا حمل العين على الأكتاف من أجل الفوز باللقب، لكن أيضا كان هناك جهد كبير من بقية اللاعبين. وأيضا دعنا نعود إلى هرنان كريسبو، سفيان رحيمي يقول وأن الفضل يعود أولا إلى كريسبو لأنه أعطاه الكثير من الثقة ومنحه جرعة كبيرة من الثقة عندما اعتمد عليه في وقت حساس، كان لابا كوجو هو هداف الفريق ونجم الفريق الأول، ولك أن تتخيل لابا كوجو منذ فترة طويلة لم يشترك في البطولة الآسيوية، لم يلعب بالأمس سوى 35 دقيقة سجل هدفين. فبالتالي العين كمنظومة من الناحية الفنية منظومة محترمة جدا. نعم. من 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 خلف سفيان رحيمي يلعب لاعب إماراتي غاية في الروعة اسمه يحيى نادر، كان مفتاح مهم جدا بالنسبة لسفيان. بالنسبة لما يشاع حول انتقال سفيان رحيمي إلى واحد من الأندية السعودية، بالأمس سمعنا وأن على الرغم من أن عقد سفيان ما زال مستمرا مع العين، لكن إدارة الاتحاد السعودي فأعطت الضوء الأخضر للتفاوض مع سفيان رحيمي من أجل كسر عقد اللاعب وانضمامه في الموسم القادم. أيضا مما يقال وخاصة في مواقع التواصل الاجتماعي، القادسية السعودي الصاعد حديثا إلى دوري المحترفين السعودي، والذي لربما يعتقد الكثيرون وأنه سوف يكون له شأن كبير في الموسم القادم ما بين محترفي الدوري السعودي، أيضا يطمح بضم سفيان رحيمي إذا كان العائد المادي جيد بالنسبة لنادي العين، لما لا؟ فبالتالي حتى إذا ما سألت إدارة نادي العين، إذا ما سألت العينويون أنفسهم عن انتقال سفيان رحيمي أو التفريط بعقده في مع نهاية هذا الموسم، إذا ما ذهب سفيان لربما يأتي سفيان آخر. طيب ربما كذلك نتحدث عن قيمة سفيان ستكون حاضرة وفا بكأس العالم للأندية، خاصة بأن العين سيشارك فيها العام المقبل في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتالي أهمية وجود سفيان رحيمي مع فريق العين في كأس العالم للأندية مع نخبة الأندية في العالم أمر ضروري كذلك، أليس كذلك؟ بكل تأكيد، لكن أيضا لربما تختلف بطولة كأس العالم للأندية في النسخ القادمة، لكن أيضا العين عندما وصل إلى المباراة النهائية أمام ريال مدريد الإسباني وقدم أداء أكثر من رائع في تلك النسخة بصفته مستضيف البطولة لا بصفته بطل دوري أبطال آسيا، وصل إلى المباراة النهائية وكان ندا لريال مدريد خاصة في الشوط الأول، لكن أي لاعب في الوقت الحالي هو مهم جدا بالنسبة لنادي العين، خاصة وأن التوليفة أصبحت أكثر من رائعة، خاصة وأن هرنان كريسبو عمل على هذه التوليفة منذ أن جاء واستلم زمام الأمور كمدير فني لنادي العين. أي لاعب هو مهم بالنسبة لنادي العين. نعود ونذكر لابا كوجو على الرغم من ابتعاده طويلا عن المشاركة في بطولة دوري أبطال آسيا، مجرد نصف ساعة فقط منحته وأعطته الفرصة وأن يسجل هدفين بوجود سفيان رحيمي. كان سفيان انتقل إلى اللاعب على الطرف الأيسر وأصبح لابا كوجو كرأس حربة، لكن نعم بكل تأكيد خالد عيسى، سفيان، لابا، يحيى، بندر الأحبابي، كلهم مثل لوحة فسيفسائية اجتمعت لكي تشكل لنا هذه اللوحة الجميلة واسمها العين بطل دوري أبطال آسيا.
طيب جميل كابتن أحمد، في ظل المغريات الآن الكبيرة وسطوع النجم سفيان رحيب، هل أنت مع بقائه مع العين أو ذهاب إلى الدوري السعودي؟ هو كان دبلوماسي شوي. شوف نادي العين نادي كبير بصراحة، أنا أكلمك وأنا عشت في النادي ولعبت فيه. نعم، فأكيد لعيبة كلهم مهمين، واللي قدم سفيان قاعد يقدم شيء كبير، ولكن نادي العين اليوم المنظوم والأسلوب اللي قاعد يلعب فيه نادي العين أيضا قاعد يميز سفيان، لأن في ممكن البالة صارت له يميزه من أي ناحية كابتن؟ يميزه يعني ممكن سفيان يروح نادي ثاني ممكن ما يتميز بهالطريقة، لأن الفريق ممكن يساعدك على الطريقة والأسلوب، الثقة الكبيرة للمدرب اللي أعطاه سفيان يخليني يتميز. يلعب في أكثر من مركز، يلعب كذا مركز، واللاعب عنده كواليتي، عنده السرعة، عنده المهارة، وعنده القوة، لاعب صغير في السن، عنده إصرار كبير. لابا أيضا أنا من أفضل المهاجمين عندي، نزل وفي النهاية أنا تكلمت قبل هذه الجولة عنه، ممكن يفيد الفريق في أي لحظة، لاعب عنده الإمكانيات. نعم. فبالتالي أي لاعب اليوم النادي جي عروض كبير وراح يستفيد منه راح يجيب أفضل عن سفيان، فهاي تأكد منه، لأن نادي العين ممكن يجيب أي لاعب. نعم. عندي الإمكانية، نادي كبير حقق هالبطولة قبل، وصل نهائي المباراة النهائية 2005 2016، فبالتالي نادي كبير ممكن يغيب لاعب، أكيد كل اللاعبين مهمين، وأنا أعيد وأكرر حقق المطلوب، هو حقق المطلوب. البطولة الكأس العالم أكيد الليفل مستوى أعلى، محتاج لاعبين، ولكن في النهاية النادي ينظر لمصلحته. نادي العين خاصة إذا كان هناك عرض كبير، يعني إذا عرض كبير أكيد راح يستفيد منه، وراح يجيب أيضا لاعب يعني يقدم مستويات كبيرة. سفيان قدم مستويات كبيرة، كان مميز، كان له دور كبير، ولكن نادي العين ممكن يجيب لعيبة مميزين أيضا عند القدرة وعند الإمكانية، لأنه نادي كبير. وربما يقال دائما بأن سفيان رحيم أعاد اكتشاف نفسه في هذه البطولة كابتن. صحيح، وممكن سفيان، أنا أتوقع سفيان حتى لو يجي نادي يعني إذا في على المنطقة الخليجية، أنا يعني وجهة نظري بالسعودية الآن، إذا كان في السعودية، إذا كان في السعودية راح أنا أشوف إنه راح يستمر في نادي العين، يمكن إذا في أوروبا يمكن يطلع، ولكن على مستوى الخليج ممكن يكون موجود، لأنه حقق إنجاز كبير مع نادي العين وكان له دور كبير، فبالتالي مش سهل إنه يطلع بهالسهولة. كان هذا هو الفيديو ديال اليوم، كيف العادة ما تنساوش لايك، خلونا رأي ديكم في التعليقات، الناس اللي مازال ما مشاركينش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما. شكرا لأي واحد كيدعم المحتوى ديالنا، كيف العادة نشوفوا فيديو جديد ديما مغرب.